نتعرف هون على بعض نظريات الاتصال المهمة. النظرية الأولى بتحكي إذا كان عندي two functions متصلين عند نقطة. إذا كان في عندي f and g are continuous at x بتساوي c. هلأ الاتصال بيحافظ على الجمع والطرح، يعني إذا جمعنا الاقترانين أو طرحناهم الناتج راح يكون continuous كمان عند x بتساوي c. كمان إذا ضربنا two functions ببعض كمان راح يكون الاقتران متصل عند c. إذا قسمناهم على بعض كمان راح يكون الناتج متصل عند c، بشرط طبعا إنه المقام اللي هو g of c لا يساوي الصفر. إذا الاتصال بيحافظ على الجمع والطرح والضرب والقسمة، بس بدنا ننتبه للمقام. الثيورم الثانية اللي هي جدا مهمة، الثيورم بتحكي لي الاقترانات اللي راح أكتبها هلأ continuous عند كل نقطة في دومينها. ف the following types of functions are continuous at every number in their domains. شو هم هدول الاقترانات؟ أول شيء البولينوميالز. البولينوميالز كلهم متصلين على دومينهم، زي مثلا x تربيع زائد 5x زائد 7، هذا متصل على دومينه x تكعيب إلى آخره. وبهاي الحالة إحنا البولينوميالز راح نسميهم متصلين everywhere. الeverywhere يعني إنه متصل على كل الR. النوع الثاني اللي متصل على دومينه اللي هم الراشونال functions، زي مثلا واحد على x، هذا متصل على دومينه. شو دومينه واحد على x؟ اللي هي r ما عدا الزيرو. فهدول الراشونال functions راح يكونوا متصلين على دومينهم. عندي كمان الروت functions اللي هم الجذور كمان متصلين على دومينهم، يعني مثلا الجذر التربيعي للx هذا راح يكون متصل على دومينه، فراح يكون continuous من صفر لما لا نهاية. أما مثلا الجذر التكعيبي لx هذا شو دومينه؟ دومينه r، فراح يكون continuous everywhere. الترجمنتريك functions كمان هذا النوع متصلين على دومينهم، يعني مثلا sin x كوساين x دومينهم r، هدول راح يكونوا continuous everywhere. مثلا tan x راح يكون continuous على دومينه. شو دومين tan x؟ اللي هي r ما عدا باي على 2 زائد n باي، فراح يكون continuous على هذا الدومين. الinverse كمان، الinverse trigonometric functions كمان هدول متصلين على دومينهم. مثلا tan inverse الx اللي هو دومينه r، فرح يكون continuous everywhere. عندي sin inverse الx و cosine inverse الx، هدول دومينهم من سالب واحد لواحد، فهدول كمان متصلين من سالب واحد لواحد. عندي الإكسبوننشال فانكشن كمان هذا متصل على دومينه، يعني بي قوة إكس وإي قوة إكس متصلين على دومينهم. شو دومينهم؟ دومينهم R، فهدول نوع من الفانكشن continuous everywhere. اللوغاريتميك متصلين على دومينهم،
اللي هم لان الاكس مثلا ولوجاريتم الاكس للاساس بي، شو دومينهم؟ دومينهم من صفر لما لا نهاية، فهدول متصلين على دومينهم. ناخذ مثال، مثال بحكي لي where is the function f of x بتساوي ln x زائد tan inverse x على x تربيع minus 1 continuous. وين هذا الفانكشن راح يكون متصل؟ هلا هذا الفانكشن عبارة عن جمع وقسمة، فراح نشتغل في كالتالي. راح نحسب دومينه وراح يكون متصل على دومينه. فعندي بداية لين اوف اكس، دومين لين اوف اكس من صفر لما لا نهاية، تان انفرس الاكس الدومين اللي هو ار. هذا بالنسبة للبسط، راح أعمل عملية تقاطع، فراح يكون التقاطع من صفر لما لا نهاية، هذا للبسط ما احتفظ فيه. هلا في عندي المقام وهو كثير حدود دومينه ار، فراح يكون متصل على ار، لكن بشيل منه أصفار المقام اللي هي اكس تربيع ناقص واحد بتساوي صفر، بيطلع عندي اكس بتساوي موجب وسالب واحد، فراح تكون النتيجة ار ما عدا الواحد والسالب واحد، فراح يكون هذا مجال المقام. راح نعمل تقاطع بينهم التنين، فراح نحصل على النتيجة اللي هي راح تكون، لاحظوا التقاطع، نعمل تقاطع سريع من صفر، من صفر لما لا نهاية، بدي أقاطعها مع R كلها، R كلها ما عدا السالب واحد والواحد ما بدي. فإذا بتلاحظوا راح يكون التقاطع اللي هو من صفر لواحد اتحاد من واحد لما لا نهاية، فراح يكون عندي الفانكشن f of x continuous على الفترة من صفر واحد اتحاد من واحد لما لا نهاية. طيب ناخد كمان سؤال، بدنا نشوف هذا الفانكشن ساين انفرس واحد زائد اتنين اكس وين راح يكون متصل. طبعا ساين انفرس اللي هو راح يكون متصل على دومينه، فبدي احسب الدومين ل f of x، بدي احسب دومين f of x، دومين f of x اللي هو راح يكون واحد ناقص اتنين اكس راح تكون محصورة بين الواحد والسالب واحد. نحل هاي المتباينة بسالب واحد لجميع الأطراف، راح يكون عندي التالي، بقسم على اتنين بيطلع عندي اكس بين السالب واحد والصفر، فراح يكون هذا هو دومين الفانكشن اللي هو من سالب واحد لصفر، وراح يكون f of x continuous بين سالب واحد وصفر. كمان بدي أشوف هذا الفانكشن وين متصل، نفس الطريقة بدي أحسب دومين هذا الفانكشن. طبعا عندي مقام هون، فراح أساوي المقام بالصفر، بينتج عندي إنه ماينس وان بتساوي إي قوة سالب إكس وإي قوة واحد على إكس، طبعا هاي ما إلها حل المعادلة، لكن في عندي هون مقام، في عندي الأس عبارة عن بسطة على مقام، فرح أساويها أخذها على جنب ويكون مقامها بساوي بالصفر، فرح يكون دومين هذا الفانكشن R ما عدا الصفر، وبالتالي رح يكون هذا الفانكشن continuous عند الR ما عدا الصفر.